أبونا مينا كان من عادته يتمشى ساعة الغروب، كان يتمشى برا طحنته شرق وغرب شمال وجنوب. أبونا مينا كان من عادته يتمشى ساعة الغروب، كان يتمشى برا طحنته شرق وغرب شمال وجنوب. أتار اتنين كانوا مرابينه دخلوا عند الفرن اداروا، قالوا يدخلوا ونروح ضربينه نسرع منه هدايا زواره. دخل البابا وتربس بابه طلع يصلي فوق ويصيح، البابا طول في غيابه سامعين بس صلاة وتسبيح. دخل البابا وتربس بابه طلع يصلي فوق ويصيح، البابا طول في غيابه سامعين بس صلاة وتسبيح. نص الليل عدى ولا نزلش، قالوا هنشوف ايه بس نهايته، هو يصلي ولا بطلش والحرامية جوه طحنته. قالوا بينا يلا نطلع له بس يا رب انت تسلمها، ملقوش سلم يطلعوا منه، بصوا لفوق لقوا سما ونجومها. قالوا يلا نهرب على برا والهنا تاني ابدا ما نعود، ملقوش اثر الباب بالمرة ومكانه بالطوب مسدود. قالوا يلا نهرب على برا والهنا تاني ابدا ما نعود، ملقوش اثر الباب بالمرة ومكانه بالطوب مسدود. نزل البابا في الفجرية عالسلم الدور التاني، قال ما تجوش المنطقة دي ولا اشوفكم هنا ابدا تاني، وادي دليل على قلبه الطيب بيسامح حتى الخاطئين، زي الفادي مكان بيطيب وبيقبل كل التايبين. ده اللي بيدي الفادي حياته ربنا ابدا ما يسيبهوش، وبيحرسه في جميع اوقاته والاشرار ما تقربلوش. ده اللي بيدي الفادي حياته ربنا ابدا ما يسيبهوش، وبيحرسه في جميع اوقاته والاشرار ما تقربلوش.